طبعا اليوم هناك شغل على بير العراجة، تركيب طاقة شمسية. طبعا الطاقة الشمسية على غطاس تسحب الماء من قعر البير، تركب المراوح وتكبس طبعا الشرايح تم تركيبها ووزنها، باقي الصبيات الغطاس طبعا تم تركيبه وتم قطع اللي، باقي يحدر في البير. المحول طبعا تم تركيبه وانتهى المهندس من تركيبه. هذا طبعا الشرايح، 6 شرايح 410 اخر ما ورد من المحول. هذا هو هذا علي يسوي الغداء. شوف شغال بالفعل علي عند العزبة جهز القهوة والغداء والشغل. شو قردي والربع شغالين هنا على قياس اللي وتركيب الشرائح الطاقة، كل هذا الشغل على قدم وساق. طبعا هذه المراحل تنصب الشرائح وتوزن ويوضع لها صبية، ركب المحول وبعده يركب اللي ويقص وينزل في البير. وجهنا عشان ما يجي وجهك انت. مرحبا سيد بالخير، الغداء جاهز على وشك. ما شاء الله تبارك الله، والدله انها تغلي على الضوء وشايفها ما شاء الله. طبعا اليوم عمل كلهم في شغله، اللي عند الليات يقطعها واللي يركب الطاقه واللي يركب هذاك تبجرهم يا رب العالمين. وصلنا الى مرحلة قياس العوامة، العوامة التحتية. العوامة التحتية يقوسها، يقيسها المهندس الحين. الماء طبعا 4 متر، حاطين احتياط متر. العوامة بتصير حسب كلام المهندس، اذا ارتفع الماء تطفي. انا ماني ما تحسبون علي. يلا يا شباب يلا يلا بسم الله. لا تغديت والشاي انا ذا جاهز وراي. بسم الله. الان بدات عمليه تحوير الغطاس.
وصل المويه ولا بعد؟ لا ترى ما هم ضربت يا حمد كذا وهو الشيخ ها وهم ضربت ما عندهم ما عندهم دخل ما عليهم الحنونة لأن تحطون هنا في النص لأن تحطون اللي هنا دي في النص عليها أنت أربط بس لا يعني خلاص مشون هذي أنا ودي كان إنه الأزرق الزرقاء ذي حبل اي علشان لا تنقل ولا شيء اجيكم حبل موجود هذا وراي وراي لين لين نزنها ونزينها ممكن ينطلق يروح لو في حبل ولا هنا لا حبل حبل على ولا مخطر نزينها لا لا حبل حبل انا هذاك حطه فيها وربطه في الشاش والحبل دقيق لو هنا في دي اربطه ما تمسك اربطه بس وخله يروح وزينها على كيفك الا نرمي الشهابه تحطونها في تحتبونها حطها يا علي طبعا هذه العوامه اخر مرحله العوامه تنزل العوامه علشان ما حد قال تعادوا لك يا ولد وش هي ما ادري ايش انت ادوره ما حد هذه فيها صعوبه فيها صعوبه يرد هذا يركب لا يطيح بس ما مسك ما في شد عشان انا ممكن تطيح كذا ما انا ما في شد ما فيها شد بس المشكله هذا تشد لهم تروح ربع مسكينه طيب الواير ذا انزله منك نزل الواير انزل الواير يا علي ابكم سياره اي فك فك نجحت التجربة صب الخزان أيوة حلو طبعا معنا عادل المسؤول عن الطاقة الشمسية في وادي الدواسر عادل الله يمسيك بالخير مساء النور يا مرحبا انا ودي تعطيني تجربتك مع الطاقة الشمسية ومع الغطاسات طبعا والله هي ممتازة الطاقة الشمسية خاصة مع الشرائح الكبيرة الحين بقت شرائح كبيرة ومتوفرة في السوق والمحولات بقت 5 حصان 10 حصان 50 حصان كل شيء متوفر وموجود طبعا اليوم هذه تجربة اول تجربة على القليب العراجة اكيد احنا لسه مشغلين دالحين هو طيب اسعاركم الناس يبغون اسعاركم يا ابو الاسعار كويسة احنا بنتعامل في الرياض مع شركات كبيرة في الرياض طيب موقعكم في وادي الدواسر وادي الدواسر اللي يبغى يركب طاقة شمسية في اي وقت على بيت ولا على كرفانة ولا على غطاس في اي وقت موجود متوفر موجود وبنشغل الطاقة الشمسية على لو عندك كرفان ومكيفات بنشغل لك المكيفات كمان ما شاء الله طيب اسعاركم متوسطه ولا عاليه ولا لا لا الاسعار متوفره ومتناول للجميع الاسعار لان احنا بنتعامل في الرياض ما بنجيبش من هنا خالص طيب رقم التواصل يا عاد 0506648774 طيب اللي يبغى طاقه شمسيه يتصل على ان شاء الله جزاك الله خير وجزاك ان شاء الله اكتمل الشغل شغل الطاقه اكتمل اليوم هذه هي تم تركيب الشبك وتركيب كل حاجه نجرب الماء وبكره بنشيك عليها علي مساك الله بالخير الله يمسك في نور السرور ما شاء الله المدي مليان الحمد لله ونشكره ما عاد الابي فيض الله طيب من امس وانتم شغالين في امس يا طول العمر اشتغلنا في التركيب اي ولا خلصنا من التركيب الا ثالث النهار ضد النهار مطرفنا علينا والطاقه ما تشتغل على الشمس الحين بطاريات ما في ما في بطاريه محول وشرايح محول وشرايح ما شاء الله تبارك ويوم خلصنا في الشمس غايب ماشي على ظلال الجبال ما عاد بشحن في الطاقه نعم خلنا اهلا جينا هدنا الحين نص ساعه شغلنا ومثل ما تشوف دد المدي البركات مليانه ما شاء الله والحمد لله وصب زين وكل امور زين نحمد الله ونشكر الحمد لله والشكر يعني تنصح الابار هالبر والله انها خدمه طيبه اللي بيقدر فيها انها
صالحت له. هي غالية ولا رخيصة يعني؟ والله انها هي برخيصة جدا. كم؟ كان حول كم يعني؟ حول السبعة هي او السبعة وخمس وهي ويا الطاقات هي ويا ست شرايح. اي ومحول. ومحول. ولياتها. لا الليات الحالة. والغطاس. الغطاس الحالة. يعني كم كان؟ غير الشرايح ولا يعني تاكل بحوالي 10؟ تاكل تعدى 10. يمكن تعدى 10. هذا شيء 10 11 حالة. شيء طيب والله شيء طيب. الله. الله يكتب أجركم يا رب. اللهم الله يكتب الأجر الرعي الجليب اللي زي حفرها وزينها لين زانته. آمين آمين. والله يكتب الأجر اللي تخسر وركب كل شيء. آمين يا رب العالمين. شكرا لك لا أنت الله يحفظك. وياك الله يهنيك.